تسأل جزاكم الله خيرا عن حكم الشرع في ذهاب المرأة لطبيب النساء ومعها سيدة أخرى أو اثنتان أمها وأختها وذهابها لهذا الطبيب دون الطبيبة، لأنه لا توجد طبيبة في هذا التخصص مع الالتزام التام باللباس الشرعي من غطاء الوجه والقدمين والكفين وعدم الخضوع في القول وعدم النظر إلى الطبيب. جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تعالج عند طبيب إلا بقيود: أولا أن لا يكون هناك غيره من المختصين، ثانيا أن تكون مضطرة هي إلى ذلك بحيث لو تركت العلاج يكون عليها خطر أو ضرر بالغ، ثالثا أن لا تخلو معه بل تكون بحضرة نساء أو بحضرة رجال، ألا تكون هي وإياه وحدهما في مكان خال بحجة العلاج، فإن هذه خلوة محرمة. رابعا أن تكون محجبة ولا تكشف من بدنها إلا قدر الحاجة للعلاج فقط، قدر ما يضطر إلى كشفه من أجل العلاج. والله تعالى أعلم.